انه ما عم بفهم انه الموظف على اي قانون، على اي مستند عم يمشي ويحط الرفض والقبول. أنا دخلت اليونان بهي السنة 2023 الشهر الثاني 12 الشهر. أنا جيت لهون مع أختي وأخوي، كانت رحلة كتير صعبة. جينا بالبحر، عبر البحر، طبعا كانت الرحلة حرفيا بل عنا رحلة الموت. نحن وصلنا على الجزيرة كنا كليتنا مي لأن القارب غرق بالبحر. فأجانا البوليس، نحن لما أجانا البوليس خفنا إنه البوليس رح يرجعنا، وأخذونا على المخيم الموجود حاليا في ميتليني. هذا نحن عملنا المقابلة، مقابلة اللجوء. فما كنت متوقع إنه يعطوني شيء اسمه رفض، باعتبار إني دولة سورية، دولة منكوبة، يعني ما فيها ولا أي مدينة ولا شبر من مدينة سورية صالحة لأنه الواحد يعيش فيها. عملت المقابلة، المقابلة كانت ولا أي سؤال عن سوريا، كانت فقط عن تركيا. قالوا لي يعني بعد ما أنا طلعت قالوا لي إنه في شيء اسمه اتفاقية بين اليونان وتركيا، إنه بتعتبروا تركيا بلد آمنة لكم. بقائي في تركيا كلها كان شهرين، وكان شهرين عبارة عن مأساة وملاحقات فيني أقول لك إياها، يعني باعتبار أنه أنا كردية. بعد تقريبا شي شهرين جاني رد اللجوء اليوناني، جاني بالرفض. فبنصدم أنه بكتبوا لي أنه تركيا بلد آمنة لإلك، مع أنه هدول الشغلات كلياتهم ذكرتهم بالمقابلة. وقتها قالوا لي أنه بتعملي استئناف، وحكيت مع المحامية، كانت محامية، فقالت لي انه ملفك كتير بدعم انه تاخدي قرار القبول باليونان، بس على الاغلب انه الموظف اللي استلم ملفك ما قرأ التفاصيل الكاملة اللي انت عم تحكيه. بعد كمان فترة شهرين بيجي القبول لاختي، بقولوا لها انه في عندك مقابلة تانية، مقابلة سورية. فقلنا انه اوكي، بما انه هي انه نحن عايشين بنفس الظروف، كنا عايشين بسوريا نفس الظروف، انتقلنا لتركيا عشنا بنفس الظروف، وانتقلنا لليونان ما افترقنا ابدا، مرينا بنفس المسيرة. قلنا انه اكيد انه نحن كمان رح يجينا القبول. والله بعد فترة بجيني أنا وأخوي الرفض. أنا خلال هاي المدة وبعد ما جانا الرفض إلي ولأخوي ولأختي جاء القبول، فاكتشفت أنه ما في قانون ثابت للجوء باليونان. الإجراء اللي عند الحكومة مو بس بطيء، كمان أنه في مشاكل، أنه ما عم بفهم أنه الموظف على أي قانون، على أي مستند عم يمشي ويحط الرفض والقبول. فأنا مستاءة من هذا الشيء، بس إنه يكون في قانون ويكون في عدل. لما الموظف عم يستلم الملف يكون عم يقرأ الملف بضمير ويعطي القرار حسب القانون. هلأ أنا وأخوي مقطوع عنا المساعدات المالية والمساعدات الصحية، والشغل كمان ما فينا نشتغل نتحرك من تركيا، نتحرك ما فينا نطلع من الكامب لأنه في احتمال أنه البوليس وقفنا ويشوف عنا أوراق واقفة فيعملوا لنا مشاكل. بعد الرفض الثاني أنا عشت الاكتئاب، عشت الأحباط، عشت صار عندي صدمة نفسية من الشيء عم يصير معي، لأنه الشيء هذا مو عادل أبدا. نستنى 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 ونحس انه هدول الشهور عم يروحوا من عمرنا وما عم نستفيد شيء.